بسم الله الأب والابن الروح القدس إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وكل وين ده الدور كلها أمين. إحنا المرة اللي فاتت أخذنا مقدمة سريعة عن أسرار كنيستنا وقلنا عليها مش أسرار وبس، دي كنوز. النهاردة هنتكلم عن أول سر من الأسرار، وهناخد الجزء الحلو اللي هو يهمنا ان احنا نتعلم منه. طبعا احنا عارفين ان سر المعمودية الاول حاجة بيعملها ابونا اللي هو تحليل المرأة ويرشمها بالزيت، وبعد كده يبتدي الطقس بتاع المعمودية بتاعت الطفل ويرشمه باول زيت. احنا عندنا ثلاث زيوت في طقس المعمودية: زيت البسيط، وزيت الغليلاون، وزيت الغليلاون ده اللي هو زيت الفرح، زيت بسيط وزيت الفرح. وبعد كده الزيت الثالث اللي هو ده زيت الميرون، وده سر التثبيت وده سر لوحده هنتكلم عنه المرة الجاية. لكن احنا النهاردة هناخد الجزء اللي بيخصنا اللي هو الجزء بتاع الأم وهي بتجحد الشيطان. الجزء ده مهم لأن كلنا بنبقى حاضرين. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان في الحقيقة وإحنا بنحضر أي طقس من الطقوس دي، هو الطقس مش ما يخص الشخص، هي المعمودية هتخص الشخص اللي هيتعمد، لكن الصلاة اللي بتحصل يتهمني أنا، تخصني أنا كمان. ففي حتة حلوة قوي بتيجي الأم فيها بتشيل الطفل على إيديها الشمال وترفع إيديها اليمين وتبص ناحية الغرب وتعمل إيه؟ تجحد الشيطان. أجمل حاجة فينا إحنا حافظين، إحنا ساعتها بنعمل إيه؟ واقفين بنشجعها. لا، هو المفروض إن إحنا كلنا بنكون بنجحد الشيطان. هي بتجحد الشيطان عشان الطفل الصغير، وإحنا بنجدد عهودنا لجحد الشيطان، إن إحنا بنفهمه إن إحنا مهما وقعنا مهما ضعفنا إحنا مش متفقين معاك، إحنا مش متفقين معاك، إحنا بنقع عشان ضعف، لكن أكيد إحنا بنرجع لحضن أبونا مرة تانية. عشان كده مهم جدا وإحنا بنجحد الشيطان نبقى فعلا مركزين في كل كلمة وإحنا نقولها. يعني أنا دايما كده بحب وأنا بعمد لما أقول كده هنقول وراء أبونا زي ما هو بيقول، فتلاقي ناس بتقول بصوت واطي وهادي كده مؤدبة، يعني أقول لهم لا، دلوقتي مش وقت أدب خالص. ليه؟ لازم أعلن بكل قوة إن أنا بجحد الشيطان، أنا مش متفق على ولا حاجة الشيطان بيوقعني فيها، أنا مش مبسوط اللي هو بيعمله فيا إنه بيبعدني عن حضن أبويا السماوي. ونيجي نبص بعد كده ناحية الغرب، ناحية الشرق سوري، نعمل إيه؟ نعلن الإيمان، أعلن إيماني وإيمان الكنيسة، نقول بالحقيقة نؤمن. جزء حلو قوي أبونا بيقوله وإحنا بنردده وراه، يبقى أنا جحدت الشيطان وأعلنت الإيه؟ الإيمان. يبقى أول حاجة في المعمودية أبونا بيعمل تحليل المرأة، وبعد كده يبتدي يصلي الصلوات بتاعة الطفل، يدهنه بالزيت البسيط، وبعد كده يبتدي جحد الإيه؟ جحد الشيطان وإعلان الإيمان. في حتة بعد ما يعلن الإيمان يقول لهم بصوا لي بقى كده، تعالوا لي هنا، دول مين؟ بابا وماما. دي فرصة أبونا، الفرصة الوحيدة اللي يمكن يشوف بابا وماما فيها. يقول لهم حاجة مهمة قوي نفسي إن إحنا نركز فيها كلنا. أول حاجة يسألهم سؤال بسيط جداً وإجابته بسيطة جداً. مين عارف السؤال ده إيه؟ باسم الصليب عليكم، بس بقول لكم أنتوا حافظين وشاطرين، بس الكلمة دي خلوا بالكم قوية قوي. آمنتم عن هذا الطفل؟ يعني سكتنا،
دي امانه موجوده عندكم، انتوا هتستلموها ابيض، هتطلع من قرن المعموديه بيضه. يا ترى هتعملوا فيها ايه؟ هنعلمها احسن علام، هندخلها احسن مدارس، هنخليها مش محتاجه حاجه خالص. وبعدين وايه تاني؟ ولما يجي ربنا يسأل عليها، ولما يجي ربنا يسأل عليها ويقول لكم الطفل اللي انا اديته لكم او الطفله اللي انا اديتها لكم فينها دلوقتي؟ في النادي، عندها تدريب، عندها دروس، مشغوله. طبعا الكلام ده مش بيبقى للام بس، بيبقى للام والاب. انا هقول لكم كده يعني حته الجحد، هقراها لكم. اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك النجسه وكل جنودك الشريره وكل شياطينك الرديئه وكل قوتك وكل عبادتك المرذوله وكل حيلك الرديئه والمضله وكل جيشك وكل سلطانك وكل بقيه نفاقك. اجحدك اجحدك اجحدك. ده احنا اللي بنعلن ان انا بجحدك ايها الشيطان. عشان كده نفسي فعلا، احنا اكيد بنحضر معموديات، يعني المعموديه لسه ما انقطعتش، كلنا اكيد بنحضر معموديات. وانا لو عايز احضر معموديه وفي معموديه شغاله عشان بنبسط بالصلاه اخش احضرها، لان الجزء ده مهم جدا جدا جدا. يبقى اول حاجه نجحد الشيطان ناحيه الغرب، وبعدين نلف ناحيه الشرق ونعلن ايماننا ونقول كده: أؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، والروح القدس المحي، وقيامة الجسد، والكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة، الجامعة الرسولية. نرجع تاني للسؤال: آمنت عن هذا الطفل؟ آمنتم؟ كلمة سهلة وإجابة سهلة، لكن الحقيقة صعبة جدا 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 في الشغل بتاعها. عشان كده محتاج من كل واحد فيكم وهو قاعد دلوقتي يسأل نفسه سؤال: يا ترى أنا كنت أمين على الأمانة اللي ربنا أتمني عليها ولا لا؟ ربنا هيسألني فين الأمانة اللي أنا أديتها لك؟ موجودة فين؟ لازم تبقى موجودة في كنيسته، في حضنه. ممكن يكون بيقع بس بسنده، ونعمة ربنا بتسنده وبيرجع يقوم تاني. ولا يا ترى العالم واخده بره ومش عارف اجيبه ومش عارف ارجعه؟ عشان كده هقول لكم على حاجه مهمه قوي، ويمكن قلتها لكم المره اللي فاتت، ان سر التوبه والاعتراف ده من اجمل اسرار كنيستنا، ومفيش سر من الاسرار دي كلها يقدر يتم من غير سر التوبه والاعتراف. يعني قبل ما الام بتروح عشان تعمد الطفل لازم تروح تعترف ويتقر لها الحل من ابونا عشان تقدر تخش تتناول. ما هو لازم، ما ينفعش. عشان كده لازم نشجع اولادنا دايما على سر التوبه والاعتراف. واحنا شفنا النهارده اهو، احنا بنجحد الشيطان وبنقر ونعترف بالايمان. ها، وايه اللي يحصل بعد كده؟ بنفرح بالطفل لما بيترشم بزيت الغليلاوي اللي هو زيت الفرح، وبعد كده ينزل يتغطس 3 مرات في الميه ويتغير الاسم الارضي لاسم سماوي جميل جدا جدا جدا. يا ترى، سامحوني في الكلمه، بنختار اسماء القديسين على اساس ايه؟ عايزه تسمي ايه يا ماما؟ مريم، مارينا، دميانا، جرجس، مينا، فلوباتير، فلتقوس. ها، ليه؟ علشان انا عايزه يتمثل بهذا القديس. طب يا ترى انا حكيت له القصه بتاعته؟ يا ترى انا عرفته ان اسمك في المعموديه، الاسم بتاعك باسم القديس فلان او باسم القديسه فلانه، وحكيت لها ان القديسه دي عملت ايه، وتتشجع بالقديسه وتبقى شفيعه ليها؟ يا ترى انا عملت كده ولا لا؟ ولا احنا فرحنا ان احنا اخترنا اسم قديس واتكتب في شهاده المعموديه
القديس فلان الفلاني وخلاص خلصت القصة. يا سلام لما أبونا بيطلعوا من جرن المعمودية ويقول أكسية أو أكسيوس، أكسية للبنت وأكسيوس للولد، مستحقة ومستحق إنه يصيروا مسيحيين. الله، ده الموضوع جد. آه جد طبعا، وجد من أول يوم بيخش فيه الجرن المعمودية وانت بتستلميه من إيد أبونا. أبونا بيدهولك طاهر نقي أبيض مفهوش ولا خطية، حتى الخطية الجدية بالمعمودية لما نزل وطلع تاني صار إنسانا مسيحيا نقي. طبعا العالم بيغير فيه وإحنا المفروض بنصلح، إحنا بابا وماما يعني. العالم بيعرضوا لحاجات كتيرة قوي وإحنا بنخلي بالنا منه ونحصنه بالكنيسة ونحفظه الكنيسة وندخله الكنيسة ونعرفه طريق الكنيسة. بقول لأي أب وأم ابنهم بعد المعمودية كده بيبقى فرحان وهو في القداس، بقول لهم أنا عن نفسي ما بزهقش من الطفل اللي بيزن. في فرق بين الزن والبكاء. زن يعني إيه؟ هو سامع أبونا عمال يقول في ألحانه وبيقول في نغماته وبيقول في حاجات حلوة قوي، هو بيعمل إيه؟ بيعمل زي ما أبونا بيعمل، هو سامع بيتحرك. لكن البكاء ده حاجة تانية، لا ده نطلعه هو وماما بره لغاية ما بس ربنا يهديه. ليه؟ لأني لازم أحببه في الكنيسة ريحة البخور اللي هو بيشمها. يبقى طقس المعمودية ده طقس مهم جدا، مش طقس احنا بنفرح بيه إنه صار إنسانا مسيحيا فقط، لا دي أمانة أنا استلمتها من عند ربنا. وأنا بستلم الأمانة دي بقر بجحدي للشيطان وبقر باعترافي بإيمان كنيستي. وبعد كده نفرح بيه لما ينزل الثلاث مرات في المعمودية أبونا يقول باسم الآب والابن والروح القدس، ومع كل مرة فيها بينفخ فيها نفخة روح قدس. يبقى صار إنسانا إيه؟ إنسانا مسيحيا. يبقى هنركز في إيه؟ حاجتين مهمين جدا 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 في طقس المعمودية. أول حاجة بالنسبة لنا إحنا جحد الشيطان في الغرب، أنا بجدد جحدي للشيطان وإيماني اللي بعلنه. بالنسبة لكل أب وأم بيعمد، عندك أمانة في البيت، وكلنا عندنا أمانات في البيت ربنا هيجي يسألنا عليها، يا ترى احنا بنعمل فيها إيه وموصلينها إزاي للكنيسة، وهم من شكلهم إيه، احنا عارفين أولادنا حلوين قد إيه وفرحانين بيهم وهم في الكنيسة. الحاجة الثالثة الاسم اللي بياخده وبنكتبه في شهادة الميلاد، بعد إذنكم عرفوا أولادكم سير القديسين من هو وصغير. أنت اسمك في المعمودية على اسم القديسة فلانة الفلانية، أنت اسمك في المعمودية على اسم القديس فلان الفلاني، واحكي له السيرة كل يوم بالليل وهو بينام لغاية ما يتشبع بيها ويصير مثل هذا القديس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد، آمين.